سؤال نشوف المؤشر ديالو قبل ما نقول لكم شكون اللي غادي يلعب. المؤشر ديال السؤال ديال 250 درهم هو سمها كيلفعه. سمها كيلفعه. ناديه تفضلي معنا، تفقات على الفنانه ناديه كوينغا. عليك يلا ناديه، عندك الحق. ناديه عندك عندك حق بجوج مرات. سي بيان، دونك تفضلي خذي الكره اللي بانت لك خفيفه. شكرا شكرا شكرا. ناديه بغينا سترايك سترايك. يلا ناديه 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 ناديه. يلا 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 يلا. مزيانة 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 مزيانة. دابا لا عندك الحظ في المحاولة الثانية، ولكن ابتسام غادي تلعب مرة واحدة. ما عندك زهر معنا ابتسام. يلا دونك اختاري الكرة الثانية اللي بانت لك مزيانة باش تلعبي المحاولة الثانية ديالك. إذا كان المؤشر هو سميها كي نادية. علي نادية علي الوسطى نادية. علاش؟ ما عرفتش كيمشيو عليا. لا 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 هي مزيانة. وين؟ برافو عليك برافو عليك برافو عليك. لا برافو عليك وحبيبي. اذا بقاو سته ديال الاختيارات. نشوفوا السؤال. سبحان الله العظيم. اللفعه شحال من فقره عندها في العمود الفقري ديالها؟ واش سبعه؟ واش تسعود؟ ما عندهاش عمود فقري؟ 16 فقره، 22 فقره، ولا ثلاثه ديال الفقرات؟ ما تنساوش عندكم الحق في المساعده في التليفون ولا في هذا العبد الضعيف اللي قدامكم. ما كتشوفي بحال هكا ابتسام. لازم هاد قضيه الفايز. فوالا خصنا نهضروا حتى للفايز، نعطيهم القيمه ديالهم في التلفازه ما نهضروش عليهم. اذا السؤال هو شحال من فقره عند اللفعه في العمود الفقري؟ ينطلق العداد. 45 ثانيه عندكم باش تجاوبوا على السؤال. ما غاديش تجري عليك، حنا ما بغيناكش تمشي. فوالا ما غاديش تمشي. اذا اللي بان لكم ديروا. ياك سيقول ما عندهاش. ياك واخا يغلط ما يمشيش. ما يمشيش. فكروا مزيان. ما لا ما بغيناكش تمشي. لا ما غاديش تمشي واخا. لا لا غلطوا في هذه غادي تمشي. بالله غيمشي. لا هذا هو قانون اللعبه. ما عندنا ما نديرو. ولكن ولكن نتاجعوا اللعب الضعيف. انا بالنسبه لي نسولوك انت. فكروا مزيان تكونسونطراو. عندكم باقي عندكم 20 ثانيه. ما عندهاش. عطيكم 10 ديال الثواني. يعني ما انا فكرت 3 2 1. انتهى الوقت. جواب عندكم. شفتك في التيسير ضحكتيني ابتسام. شكرا على ابتسام على راسي صدمت. والنفعة حنا الغالبة ما تنتفاقوش من الفاعي. أعدى حاجة عندي هي الفاعي. ما بالو واش أعدى حاجة عندك هي الفاعي؟ في العمود الفقري ديالها. واش أعدى حاجة عندك هي الفاعي؟ اه بصح بوحدة ما نشوفهمش. ما كتحميهم صافي داكور. ولكن نقول لك شنو عندهم واخا. يلا تشوف عندكم الجواب. عندنا الجواب. شنو هو؟ مالو غيخلعنا. يلا بيني ليا. يلا صور الضربه اللي كنفر لك. الجواب هو ما عندهاش عمود فقري. ما عندهاش عمود فقري. واش متاكدين؟ غيبقى فينا الحال الا مشيتي. باش ما يبقاش فينا الحال. الا مشيتي في السؤال الثاني نقفلوا ميتين. متاكد والله الا بلاش سسبنس. فهمت شي الفائي ما يحتاجش بعد شي. متاكد متاكد متاكد. اخر جواب عندك؟ اخر جواب ان شاء الله. الجواب هو برافو عليك. معنا العمود الفقري.